تسير سبل الحياة اليومية والرفع ولو بقدر اليسير من المعاناة المقاة على كاهل أهاليهم الذين يتكبدون بشكل يومي تكاليف التحاليل والعلاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الثلاث اللي فات مجموعة من مرضى ضمور العضلات وناسهم وعائلاتهم واللي بيدعمهم نزلوا داروا وقفة احتجاجية قدام مبنى رئاسة الوزراء في طريق السكة بهيو يبوا حل موضوعهم زي اي فئة من الشعب الليبي تطالب بحقها وتحس ان الحكومة مقصرة تجاهها. قبل ما يديروا الوقفة وجهوا دعوات لناس معروفة سواء اعلاميين ولا نشطاء في المجتمع المدني وقالوا لهم احنا معاكم وحنجو اجوا حد شبه يعني. تنويهم بسيط، اللي ما يعرفش معناه ضمور العضلات يا ريت يخش على جوجل يدير لك سريعه وبعدين يكمل الحلقه. المهم هي الوقفه بدت من الساعه 9 الصبح. انا مش هندوي على الحاجات اللي فاتوني واللي ما حضرتهمش، مش ما نقعدوش في دو تذاك قال وذاك قال وقول تقال وانت ما سمعت شيء يا فؤاد وما سمعت شيء ما عم تجيش تدوي. انا حندوي لك على حضرتك. بالنسبه لرجال الامن اللي مش معلقين ركز، عدد كبير منهم كانوا مش اغلبهم كانوا محترمين جدا، واضح على اغلبهم ان هم واقفين من الصبح ويشوفوا للناس ووجعهم حالهم ووجعهم حال البلاد وين وصلوا. وهذا مشهد تكرر في اكثر من وقفه احتجاجيه او مظاهره حضرته واللي هو طبيعي ولهذا اللي مفروض يصير. فهاكم اللي لاحظته قبل ما نلز. شنو؟ ايه اللزات قبل زيوز. اول ما وصلت كان في اخ امني وصلت على صوت لعلعة وهو يقول شن تبوا يا ناس؟ الناس ردوا عليه نبوا الدولة تلبي مطالبنا. شن مش اقلهم؟ وعر عليك الدولة. برافو. ولما عرف انها منعت منا ويبي يطبب زاد حشا روحه وقال لهم انا فيها الاعصاب. انا طبعا مش نحكي لكم ان كيف الناس اللي كانت واقفه محتجه ما يشكلوش حتى نسبه 1% لا تهديد الامن لا تهديد الاستقرار لا تهديد لاي حاجه، قزياهم السر وانتوا قولوا بروحكم. ما علينا، من تبوا يا ناس؟ نبوا الدبيبه. الدبيبه ما هناش. وين ما هناش؟ ماشي للنيجر. ما فيش منها الدول فياهم نديروا لكم لجنه. ما نبوش لجنه، اللجنات اللي تلاقينا معهم قبل وهميين. بقى انتوا موضوعكم معاش مع وزارة الصحة، ما قدرنا لكم لجنة بروحكم، اللي شاد اللجنة يرفع فينا ويجيب فينا. المهم من هنا وغادي وانا متعمدا ما نزلتش معي لا كاميرا لا مايك لان انا ما عنديش تصريح اني نصور، فقانونيا ممكن كنت نحط روحي في موقف مش ولا بد. فما درت شيء الا اني وقفت مع الناس وقعدت نتفرج ونراقب ممكن الواحد يشنكش طلع معلومة. اولا نوصل صوت الناس، وثانيا حتى لنفهم شو صاير. حتى البوابة واخد عليها مسافة قانونية لعند ما واحد من اباء الناس اللي عندهم ضمور العضلات فصل الحوايج من حقه بدو افصل. فتلموا عليهم الجماعة وزاد النطاق الامني اضياق وشي شخص رتبته عالية ودوي معهم. انا طبعا دبة نبي نقرب باش نسمع شن قاعدين قال. الصراحة الكلام ما عجبنيش ولكن هذا رأيي الشخصي. بعتوا فرد امني جهتي، انا نقول هكي هو يوقف قدام هيك، انا نقول هيكي هو يوقف قدام هيك. لعند ما حد واقف جيت البوابة دار للبص عيون كلمني قال لي لو سمحت تعال نبوك غادي. انا قلت على طول السلام عليكم السلام عليكم، انت على شانه؟ انا مواطن ليبي وهادو مواطنين ليبيين يبوا يطالبوا بحقهم، انا جاي واقف معهم دعم معنوي. عندك حد هنا؟ ما عنديش، انا جاي واقف زي ما واقفين الناس. هما شنو مالها كله اعتصام بتمد وجهك؟ نوعا ما اي حد عنده حق بيطالب بيه ما دام بيطالب بيه بطريقه سلميه، علاش ما يمشيش الواحد معه على الاقل نعبي لهم ما امكان. واحنا نهدزوا جاي الشخص الاعلى رتبه اللي كان يهدرز مع الجماعه في النقاش الحاد اللي صار مع جماعه المتظاهرين. المهم الراجل سالني نفس الاسئله اللي سالي الفرد الامني اللي قبله، جاوبت نفس الاجوبه اللي جاوبتهم الفرد الامني اللي قبله. قال لي ممنوع يا اخوي توقف هنا وانت ما عندكش حد من الجماعه اللي جايين يعالجوا ضمور العضلات، وتفضل روح. علاش هنا من دون الناس اللي واقفه كلها حتى من الناس اللي جايه هيك واقفه؟ الله اعلم. المهم صار دو مشيت معي هلبه، وبعد الدو سالته كيف ممكن تكون وقفتي هذه قانونيه؟ قال لي برا جيب تصريح. قلت له يعني نجيب تصريح من جنوب؟ قال لي جيب تصريح حتى لما هي المصقعه تلاقيها تستنى فيك. 100 100. دبة للسياره، اخذت السياره مشيت جيت المديريه بتاع الامن. مديريه الامن طلعوا يسكروا الساعه 2، يعني ما فيش تصريحات. وهنا القصه تمت. اما بالنسبه لقصه مرضى ضمور العضلات ما تمتش، وانا ما نقدرش نعبر عليها ولا نوصل لكم الرساله بالطريقه الصحيحه. هاكم شويه فيديوهات من اللي مصورينهم الناس اللي كانوا حاضرين المظاهره وشويه تصريحات منهم. لكن دولة كذاب كلهم كذابين ولا واحد فيهم يكون في حق.
مبدئيا يا ريت التوعيه تنتشر. توعيه توعيه احنا اللي نبوه توعيه توعيه وراه توعيه مش معناها معلومات وعلم و لا. انا مواطن انت امني ولا قانوني هدرز لي ونهدرز لك. المكاتب العالميه هذا شغلها. الناس اللي في الامن اللي كانوا محترمين منورين بارك الله فيكم. اللي فلتوا منهم اعصابهم يا ريت تصلحوا الغلط، يا ريت تتعلموا منه، يا ريت ما نستخدموش جملة احنا ننفذوا في الأوامر ضد الشعب اللي جاي طالب بمنتهى السلمية وبمنتهى الأخلاقية وبمنتهى الهدوء على حقه. راهو الحكومة دو سياسيين يمشوا ويجوا، الشعب قاعد لكم منكم وفيكم. استخدام السلطة للزغبة والشحطة ماهوش حل. ماهوش حل. خوتي الامنيين ركزوا، الشعب طالع بش طالب من حقه بعد ما صار له البغدد، بعد ما خشت بعضه عنده، بعد ما يشوف العوج ويشوف في ناس قاعده تعبي وقاعده تغرف، وانتوا اللي تامنوا فيهم ضربكم الشمس وتامنوا في الناس اللي قاعدين يخبوا ويضروا في شعبكم وناسكم وحبايبكم. ركزوا بليز. هات التعليقات. هات خونا علاء على غلاء الاسعار، قال واحد قال لي زي ما الاجر دبل الاسعار حتى هي دبل، وعلى ردود فعل الشعب على الحاجات اللي قاعده تصير. خونا رضا قال اغلب الشعب ساكت عاجبه الوضع السمح، وعلى تعامل الحكومات الليبيه والسياسيين الليبيين مع الاجنبيين. خونا رياض قال ليبيا خيرها لغيرها وكل من في المشهد يخدم الاجندات الاجنبيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا هو مركز رؤية لعلوم الفلك والفضاء يعلن ان يوم الخميس كان سخر ربي باذن الله اول يوم شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، واللهم اجعله شهر مغفرة ورحمة علينا كلنا، وان شاء الله ربي يهدينا، وان شاء الله ربي ينزل محبة فينا لبعضنا، وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم ومن غير ما نوصيكم. اوقفوا مع بعضكم يا حبيبي، منك ليه بش ربي ان شاء الله يوقف معنا. اما احنا حنتلاقوا بعد العيد كان سخر ربي، وان شاء الله من هنا لبعد العيد الامور تتحسن ولو حتى شوية. السلام عليكم.